فانا جايبه لحمه شوحتها تشويحه كده فبقت باللون ده، وطلعت منها المرقه دي. خلاص دي بالنسبه للحمه والشوربه. معانا عيدان قرفه، معانا فصوص من الثوم، معانا مكعبات طماطم مفرومه وبصل ابيض، صلصه طماطم شوفان. خلاص اول حاجه هعملها ان انا هجيب معلقتين زيت احطهم هنا، اجيب كده عيدان القرفه مع البصل، وهجيب فصين الثوم خلاص وافرمهم فرم خشن. احط صوص الثوم، واقلبه خلاص، اسيب بس لحد ما الايه، ما البصل والقرفه والثوم كده يعملوا ميكس كده مع بعض، واحس ان البصل والثوم دبلوا. خلاص هسيبهم كده. طيب والبصل بيدبل كده، هبتدي احط اللحمه كده عشان عايزاها ايه، تاخد نكهه البصل، واقلب. هحط عليهم حبه مرقه وهغطيها واسيبه ايه شويه لحد بس ما البصل يدبل ويدوب. رشه ملح بقى كده، رشه فلفل اسود بسيطه، اغطيهم. طيب اهو البصل، هبتدي احط له الطماطم واقلب، اسيبها كده عشان عايزه احط بقى المرقه والشوفان والصلصه. واغطيها بقى واسيبها ايه، تتسبك حبه كمان. هحط المرقه كلها خلاص كده، ماشي، هحط كل المرقه، ودي بقى هسيبها لحد اخر الحلقه وهبتدي اغرفها. بصوا الشوربه خلاص استوت. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هحط الشوفان مع الشوربه اهو.